أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: ولا في أسطحتها، ذكرتم أن ذلك محل نظر، فهل يدخل في ذلك سطح المقبرة؟ لا، المقبرة لا، لأنه الصلاة عند المقابر، وهذا صلى عند المقابر، إذا صلى على سطحها فقد صلى عندها. نعم، فكل ما يتصل بالمقابر فإنه لا يصلي فيه. ولا يمكن تقول لا، يلا بنسقف المقابر ونخليها مساجد، هذا ما يجوز هذا. نعم.